عندنا 4 صفار بيض، عندنا نص كوباية سكر، وعندنا كوباية شوكولاتة سبريد من دريم. الوصفة الرهيبة دي هتكون بشوكولاتة سبريد دريم، مش قادرة أقول لكم بتنقل طعمها إزاي، لأن هي فعلا حلوة جدا 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 جدا. أهي البرطمان اللي قدامكم ده، وفيها بندق بقى وحركات وفليفر وكريمي جدا، فبتديها مش بس قوام ناعم، قوام ناعم ولامع وطعم وكل اللي انتوا عايزينه، وبتغنينا عن سكر. يعني انا مقللة في مقدار السكر عشان انا عندي دي محلاه، فخلاص مش محتاجة ازود في السكر قوي. يبقى تاني 4 صفار بيض ونص كوباية سكر وكوباية شوكولاتة سبريد من دريم وربع كوباية نشا وربع كوباية كاكاو خام، وممكن نستغنى عن الكاكاو خالص ونكتفي بالشوكولاته سبريد ورشه ملح وكوبايتين ونص حليب كامل الدسم ومعلقه صغيره سائل فانيليا ومعلقتين كبار زبده. ولو هتستخدموا كاكاو ارشح برضو كاكاو دريم لانه محترم جدا جدا جدا، بالظبط زي الشوكولاته السبريد دي لا يقل عنها جوده، فاستخدموهم النتيجه تطلع ممتازه. ويلا بينا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الحله اللي هنعمل فيها البودنج. هو انتي الحقيقه كبيره قوي، استنوا الحله دي كبيره قوي، نصغر حبه. يلا هنحط كل مكوناتنا في الحله ما عدا سبريد الشوكولاته، اللبن، الفانيليا، النشا، السكر، الكاكاو، وصفار البيض. طبعا بياض البيض ما بنرموهوش، بنشيله في الفريزر عادي جدا لأي وصفة تانية. أقول لكم أبسط حاجة في الحياة، بنقلي شوية بيض نقوم مزودين عليهم البياض. حاجتين ما حطيتهمش، سبريد الشوكولاتة والزبدة. هقلب كل المكونات دي مع بعضيها. طبعا كل المكونات دي هتدوب عشان اللبن بارد، لو اللبن سخن لا الكاكاو هيدوب ولا النشا هيدوب، وهتبقى اخر بهدله وهيكلكعوا معايا جدا. ولكن ما دام ان الحليب بارد واحنا بنقلب على البارد يبقى مش هيواجهنا اي مشاكل وهيبقوا زي الفل. تقليب 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 لحد ما تدوب كل مكوناتي. لقيت خلاص مفيش اي حاجه مكلكعه والقوام ناعم زي ما انا عايزه، السكر بيكون ما دابش تماما، وده عادي هيكمل ذوبان على الحراره، ساعتها بس اقدر ارفع على النار. فهاجي هنا على النار وتقليب مستمر، ما ينفعش اسيبه ثانيه واحده نظرا لان انا عندي بيض. بيض وحراره هيحصل ايه؟ انتوا عارفين هيستوي البيض وهيكلكع وهتبقى اموري مش لطيفه خالص. فهفضل اقلب تقليب مستمر، وكل ده انا مستنيه بس القوام بتاعي يسخن او السائل او الخليط بتاعي يسخن عشان احط السبريد الشوكولاته من دريم. تقليب 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 تقليب، وانا بدات احس ايه؟ السكر بيدوب، فانا كده خلاص تمام، عارفه ان اموري تمام. واقدر كمان شويه كده يدفى بس السوائل دي كلها، هقوم ضايفه سبريد الشوكولاته كمان يتخلط معاهم، هيدوب طبعا وسطهم وهيبقى جزء من قوام البودنج. بعرف ان البودنج استوى ازاي، بيتقل زي بالظبط البشاميل كده او المهلبيه، لما باجي اقلب بلاقي لا ان ما عادش سائل، ده بقى تقيل كده وانا بقلب وبيعمل علامات ومتماسك شويه، فدي العلامة بتاعتي لان البودنج استوى. البودنج بتاعي قرب يسخن، فانا الحقيقة هشيله من على النار وهاجي احط سبريد الشوكولاتة من دريم. هفتح البرطمان اللي بيكون متبرشم كده من جوه بورقة سيلفر، نجيب سكينة نفتحها. ونشيل الحاجات دي قبل ما نرجع. يلا بينا. بس هنشيل الورقة
وهنبدأ نضيف من الأستاذ الجميل ده الشوكولات سبريد أو سبريد الشوكولاتة اللي بالبندق. هنضيف منه المقدار اللي احنا عايزينه، المقدار اللي أنا كاتباه في المقادير طبعا هيكون عبارة عن كوباية، وده هيظبط لي السكر بتاع بقى كل البودنج. فأنا هحط كوباية، الكوباية هتكون حوالي 5 معالق كبيرة من اللي أنا بحطهم دول أو 4. 1 2 3، واحدة كمان، بس الله على الريحة يعني، تعذروني بقى. انا حطيت في البرطمان معلقه اللي من بقي تاني عشان هو فاضي، عشان بس ما حدش يقول لي ايه ازاي عملتي كده، برطمان فاضي خلاص. طعمها تحفه فظيعه، وطبعا هتدوب دلوقتي تظبط السكر، تظبط القوام، تضيف لنا طعمها الجميل ده، كل امورنا هتظبط. تقليب في ثواني هلاقيها دابت خلاص اهي وسط كل الخليط، ومستمرين في تقليب البودنج لحد ما يتماسك البودنج. هنا بصوا الشوكليت سبريد لما دابت فرقت ازاي، ادت لمعه رهيبه للون وادت قوام فظيع، ولو تشموا الريحه هتقدروا تشموا ريحه البندق طالعه منها بطريقه فظيعه. طبعا البودنج مش قادره اقول لكم عامل ازاي، وهو سخن كده بقوم حطاله مكعب او 2 من الزبده، وممكن ما تحطوش بالمناسبه لو عايزينه خفيف، ولكن هي بتلمعه بتنعمه بتديله طعم جميل جدا. يلا تعالى اوريه لك من جوه. يا ريت اقدر يعني الاقي طريقه اخلي بيها الكاميرا تنقل لكم الريحه عشان تشموا ريحه البندق اللي طالعه من سبريد الشوكولاته اللي استخدمناه من دريم النهارده، اسمه واندر بالمناسبه، ورائع جدا يعني. من الحاجات اللي هنثبتها في البرنامج، في حاجات كتير من منتجات دريم الحقيقه ثبتناها في البرنامج، حتى لما ما بيكونش راعي بنستخدمها، الكاكاو، الشوكولاته، رائعين بصراحه وفرقوا معانا جدا، وواضح ان ده كمان هيبقى ايه من الحاجات المثبته. بس كده بصوا النعومه، وهو سخن كده بنعمل ايه، بنعبيه في الكوبايات، كوبايات التقديم. ممكن طبعا على فكره يتساب في كوبايات بلاستيك للناس اللي ما بتحبش توجع دماغها بمواعين، او قلقانه ان الولاد لما يمسكوه يقعدوا يجروا ويتنططوا بيه ممكن يكسروا كوبايه، يعني ساعتها البلاستيك مفيش فيه اي مشكله، المهم بس نتاكد ان هو بلاستيك امن للغذاء. ما تيجي نطلع فاصل، استنى اصب كوبايه ونطلع فاصل، يلا بينا. شايفين تحفه، طبعا لما بيبرد بيتماسك عن كده وبيبقى بقى زي البودنج الجاهز اللي بنجيبه من قسم التلاجة او قسم التلاجة او في اي سوبر ماركت. ناخد كل اللي في الحلة